السعودية عندما رأت أن لو تركت الأمر في انتظار تدخل أمريكي جاد في المنطقة لربما كنا اليوم محاطين بقواعد عسكرية إيرانية في اليمن وبشار الأسد والإيرانيين يحتفلون بدحر الثورة السورية. فالسعودية أخذت زمام المبادرة وهو شيء الصحيح، لكن طبعا هذا أدى أيضا إلى تعقيد المسائل أكثر، إلى إطالة أمد الصراع، وسوف يبقى أمد الصراع طويلا. ويجب أن يلام أوباما على عدم اتخاذه القرار بمعاقبة النظام السوري مبكرا يوم حصل على الفرصة وهي تعديه على الخط الأحمر الذي رسمه أوباما. يوما ما المؤرخين سيقولوا أن أوباما يتحمل دماء آلاف السوريين.